صباح الخير لك ليا، وصباح الخير لنور، ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه وبرنامج صباحنا غير. نحن معكم اليوم باول نقل مباشر لنا من مدينه حلب الشهباء، وثلاثه اعوام على ذكرى التحرير والانتصار. ونحن حاليا موجودين بمنطقه الفيلات، وتحديدا كنيسه النبي الياس، عم نرصد معكم اجواء وتحضيرات عيد الميلاد المجيد، وايضا فعاليات متعدده. دائما يتزامن ذكرى التحرير مع ايام الميلاد المبارك، فحلب دائما تولد من جديد. رح نكون معكم بهي التغطية الخاصة، ولكن رح نبدأ مع الفرقة النحاسية. يعني اكيد بدنا نشكر الفرقه النحاسيه، وبدايه رح نحكي شوي هيك اليوم عن روح التنظيم وروح الفرقه، ورح ابدا مع شيف جوني كوزا وهو المسؤول عن الفرقه النحاسيه. سعد صباحك. سعدني صباحك يا هلا. اول شيء يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير بمناسبه الاعياد المباركه. شكرا لك، وينعاد على الجميع وعلى سوريا كلها بالخير يا رب. جوني، خلينا نبلش ونحكي شوي عن الفرقة النحاسية وتحضيرات التدريبات، وخصوصا خلال هاي الفترة، فترة أعياد مباركة. هلا نحن الفرقة النحاسية بتعتبر يعني فرقة أساسية من الفوج، ويعني تعدادنا بتراوح بين 45 لل 50 شخص، ما بين عمر ابتدائي لعمر الجامعة وما أكبر. هلا بالعيد، بما أنه قرب العيد الميلاد المجيد، هلا بتتكثف تدريباتنا اكثر. هلا عندنا تمارين نحن اسبوعيه، هي تمارين دائمه، بس وقت بيقرب العيد او اي مناسبه ثانيه بزيد تماريننا اكثر، بصير بدل مثلا تمرينين بصيروا اربعه او خمسه حسب بقى اللازم، ومنجهز للعيد مع الشباب. يعني اللي بنعرفه دائما عن خلينا نقول الفرق اللي بتعزف بالكنايس، الالتزام، الانضباط طبعاً. هلا فتره، نحن هلا حاليا كمان عم يتزامن الاعياد مع فتره امتحانات، فنحن اكيد بدنا نوجه تحيه لباقي الفرقه اللي هي البعض منا موجود بالامتحانات. خلينا نحكي كيف عم بيكون هذا الالتزام بالتواجد، رغم يمكن في عندكم امتحانات، عندكم تحضيرات واعمار مختلفه. اكيد هلا يعني العدد الموجود هلا هدول بس الكبار اللي ما عندهم امتحانات اللي قدرنا نجيبهم هلا، لانه قلت لك شيء 50 شخص نحن، فاغلبهم هلا في عندهم فحص، يعني بهالوقت هلا بيقدموا فحص، الله يوفقهم يا رب، بنتمنى لهم كل خير، يعني ما بنقدر اكثر من هيك نعمل، فاضطرينا بهالعدد الصغير نجيب وندخل فرحه لقلوب العالم. اكيد بدي اشكركم، ورح تكونوا اكيد معنا بمعزوفه ثانيه خلال هذا النقل، وبدي صبح على الشباب. هلا برجع لعندكم، بس رح نبدا بالفقره. شكرا لكم.
يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا، ونحن متواجدين حاليا مثل ما قلنا بكنيسة النبي الياس، عم نطلع عليكم بأولى محطاتنا الصباحية من مدينة حلب الشهبة وأعوام على الانتصار والتحرير، وطبعا تزامن هذا الشيء مع عيد الميلاد المجيد. أكيد بدنا نشكر أبونا ونشكر الكنيسة على استضافتها لنا نحن، ونرحب بضيوفنا. رح أبدأ مع أكيد رحب بضيوفنا مع الأب المرشد لكشاف النبي الياس الشماس بوليكاربوس حنا، وقائد فوش كشاف النبي الياس الشيف إدوار ترزي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم أبونا. خلينا نبدأ معك، يعني نحن اليوم عم نعيش أيام مباركة، دائما عم يتزامن الميلاد المجيد مع ذكرى تحرير مدينة حلب. خلينا نحكي شوي عن هذا هي الذكرى، وقد هي مهمة، وقد كانت في إلكم كمان خلال هي الأيام المباركة كان في إلكم دور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. ببيتكم وبمدينتكم. نحن بداية إذا بدنا نحكي عن دور الكشاف في المجتمع، أو خلينا نقول دور الكنيسي في المجتمع، نحن إذا بدنا نبدأ بالكشاف مين هني؟ هم الكنيسي. الكنيسي دون الكشاف، الكنيسي دون الرعية، الكنيسي دون المجتمع، دون الشعب، مانا كنيسي. الكنيسة تتمثل في الكشاف. الكشاف هم ممثلين وسفر في المجتمع بيوصلوا رسالة الكنيسة. نحن يعني بيرجعنا التاريخ لل 2013 ببداية الأزمة على حلب، وقت انضربت انقصفت أول قذيفة وإجت بالمبنى، اجت بناء بالحاجز بين طابق الكشاف وطابق المطرانية، فصار وقتها كتير خوف. فكانت السؤال اللي بينطرح انه هل سوف تكمل الكنيسة في هذا المكان؟ هل سوف يكمل الكشاف في هذا المكان؟ كنا كتير متخوفين منها. بس ولكن فورا بعد ايام شفنا كيف الشباب اندفعوا بشكل اكبر يجتمعوا، اندفعوا بشكل اكبر يكونوا موجودين. يعني التخوف اللي كنا خايفين منه انقلب بالعكس، صار هو حماس، صار هو وجود. اذا بدنا بس هيك نطلع شوي على كلمه كشاف، مين هني؟ شو هالاسم هالتسميه هي؟ مين هي الكشاف؟ هم يستكشفون ويكشفون. الكشاف بمعنى يبحثون. لما الكشاف عم يبحثوا في هذا المكان فهم يبحثون عن الحقيقة. فمجرد الإنسان وصل للحقيقة فبصير هو ينشر هذه الحقيقة. فشبابنا اللي موجودين هون في الكنيسة يلي هني الكنيسة بيوصلوا للحقيقة، وقت يوصلوا للحقيقة بيصيروا هني سفر بالمجتمع لينشروا هاي الحقيقة. وهذا الشيء ما هو موجود بس هلا، قلنا هو موجود من اول الازمه، شفنا كيف دورهم كثير تفعل. فاذا بنطرح سؤال شو تقدم في هذا المكان، يعني ممكن نطلع على المجتمع خليه هو اللي بيحكي. اكيد هو هذا روح الكشاف بالعموم، اللي هي الروح المجتمعيه اللي بنشوفهم دائما بكل المناسبات ابونا. يعني ادوارد اليوم بالعموم الكشاف هن شباب الكنيسه اللي بيكونوا مثل ما بيقولوا نحن متواجدين دائما في خدمه الكنيسه وفي خدمه المجتمع. خلال هي الفتره، فتره الحرب وما بعد الحرب، كان لكم دور كبير، وخصوصا انه الشباب كان مستهدف دائما من الخارج. خلينا نحكي اليوم عن هذا الدور، وكيف شايفين هلا، يعني نحن عم نقول عام بعد عام عم نشوف التعافي بحلب، عم نشوف اعاده الاعمار، عم نشوف الحياه، وايضا عم نشوفها بالفعاليات المجتمعيه. تماما. خلينا نحكي اول شيء عن شيء اللي انزرع داخل هذا الشباب بهي المرحله، واللي هن بتميزوا بصفاتهم الكشفيه، هالشباب الكشفيين. فدائما الكشاف بيشتغل بفضائل ثلاث معروفه عن كل كشفي، هن الاخلاص والمساعده والطاعه. الاخلاص انه نكون نحن مخلصين لكنيستنا ووطننا، هذا شيء اساسي بحياتنا الكشفيه الكنسيه، ان نساعد، المساعده، ان نساعد الاخرين، كل محتاج، كل شخص بحاجه نحن نكون دائما واقفين جنبه. الطاعه هو طاعه الرؤساء، المعلمين، الاساتذه، كل شخص بننهل منه، بنتعلم منه. هالفضائل كانت عايشه جواتنا، ومثل ما تفضل ابونا بلحظه كنا خايفين رح نكمل ولا لا،
ولكن يوم اللي صرخت الكنيسة صوت وطلبت شبابها وطلبت كشافة كانت واقفة وأجت ولبت، وكان في اندفاع أكبر للعمل، كان في عنا اندفاع كثير قوي أنه نحن نشتغل بظل هاي الظروف وهي الأزمة. اليوم هذا الشيء اللي انزرع بهذا الشباب هو نتيجة المخيمات التدريبية اللي نحن بنطلع فيها، الدورات التدريبية اللي كنا نحصل عليها، ولكن تبلورت واخذت ثمارها بفتره الازمه. اخذنا منها ثمار جيده، فما ممكن نشوفي شخص كشفي الا ما يكون عنده طموح، ما ممكن نشوفي شخص كشفي ما عنده تفاؤل ما عنده امل، وهذا الشيء كنا عم نشتغل عليه انه نحن نزرع هذا الشيء ضمن كنيستنا وكشافنا مع المجتمع ومع الافراد الموجودين ضمن الكشاف. نعم، يعني أبونا دائما هناك رسالة، رسالة الكشاف هي حماية المجتمع وخدمته وأيضا أداء رسالة الكنيسة. اليوم خلينا نحكي عن التحضيرات أيضا اللي عم تقوم فيها الكنيسة ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد. أعياد مباركة فعلا، هلا جايين على العيد. على العيد فينا نقول العيد هو ولادة السلام، لما يولد المسيح من 2019 سنة ولد السلام في المجتمع، ولد الاطمئنان. فتحضيراتنا فعلا هي تحضيرات ليعم السلام، دائما هي الذكرى بتمرق علينا في كل سنة، وصادفت انه فعلا حلول السلام في حلب فعلا صار لها ذكرى كثير كبيرة بقلوبنا بقلوب اولادنا. فمشان هيك بنشوفهم من قبل فترة مثل ما حكى الشيف بتتكثف جهودنا رغم كل الضغوط، بتتكثف جهودنا بتتكثف تدريباتنا. جايين هلا على عيد، في اكيد راح يكون بلشنا من الاسبوع الماضي وقت كان هذا اللقاء. العيد هو عيد لقاء المجتمع مع السلام والسلام في المجتمع. فهذا العيد نحن نبلش نجيب العالم لهون، نجيب العالم على الكنيسة لنلتقي فيهم. كيف نحن بدنا نحبهم بدون ما نشوفهم؟ كيف بده ينتشر الحب بدون لقية؟ فمجرد اجوا لهون نحن شفناهم، ففعلا بيتوطد هذا الحب وبيكون قمة هذا الحب بالعيد. نعم. يوم العيد. نعم. فنحن بدأنا بالبازار اللي اجتمعت فيه كل أصناف وأطياف المجتمع، وكان في لقلنا كمان بصمة توزيع الثياب قبله، وهلأ في عنا الكرنفال الكبير، وفي عنا خلال يوم العيد وتاني نهار العيد يعني الثلاثة بالليل الأربعاء الصبح دائما أولادنا بالكشاف بيطلعوا بيعملوا دورة نحاسية بتكون بالمنطقة كلياتها. خلينا نقول ممكن إذا مرقنا على البيوت ما بقى منلاقي حدا بالبيت، كل موجودين هون ليشاركونا هاي المحبة، ليشاركونا هذا اللقاء. نعم، يعني أبونا حكى عن الميلاد ورسالة السلام، ودائما نحن ونحن عم نحكي نتذكر مثل ما قال كمان أبونا، قال إنه ببداية الحرب على سوريا وعلى مدينة حلب كان في سؤال هل رح نستطيع نكمل أو لا. اليوم بعد أعوام من التعافي نحن بالذكرى الثالثة، قدي فرق وخصوصا أنه أنتم كنتم محافظين على دوركم بكثير من الصمود، كثير من التحدي لكل الظروف لحتى نبقى نحن موجودين هون وقدرنا الحمد لله. قدي كان في دور للشباب وخصوصا بهي الفترة أيضا، يمكن هلأ بيختلف بيصير في مسؤوليات جديدة خصوصا عنكم أيضا قسم التعليم وغيره من الأقسام اللي يعني عم بيمارس أدوار مجتمعية في الكنيسة. تماما. هلا نحن اليوم خلينا نحكي شوي على كشاف النبي الياس. كشاف النبي الياس تأسس ب 15 شباط 1983، يعني اليوم عم نحكي عن 36 سنة من العطاء المستمر على مدار أعوام كبيرة. تقريبا تناوب على الكشاف 8 قادة أفواج، كان لكل واحد منهم بصمة، لكل واحد منهم دور مع فريق العمل كان عم بيشتغل معه. تناوب على الكشاف أعداد كبيرة من الأعضاء، أعداد كبيرة من المسؤولين، قسم كبير منه يمكن سافر بسبب الوضع اللي نحن فيه، ولكن لهلأ روحهم هن معنا. اليوم الكشاف بيضم فرق بأعمار مختلفة، خلينا نقول من عمر الطفولة حتى عمر الجامعيين، كلهم بيشتغلوا بهدف واحد، كلهم بيشتغلوا بنفس واحد. المسؤولين أو الجامعيين هن اللي شغلتهم يدربوا هدول الأولاد، فهن موزعين على هاي الفرق. هاي الفرق نحن بنشوف دائما بكل سنة بحاجاتها، حاجاتها الثقافية الاجتماعية الدينية، لنقدر ننمي هاي الروح عند هذا الولد أو عند هذا الشاب، لأنه إحنا بالآخر هدفنا إن كان بالأزمة أو بعد الأزمة نبني إنسان كشفي يحمل صفات جيدة
ثقافية وعلمية ويقدر يعيش بالمجتمع بطريقة صحيحة. مثل قبل شوي يمكن نحن ما بنقدر نلاقي إنسان كشفي غير طموح، ما بنقدر نشوف إنسان طبعاً. كشفي غير خلاق، لأنه هن بالآخر هذا الشيء بتربوا عليه، هي قيم من نحن بنكسبها، فبنعيش بحياتنا العملية والمهنية بطريقة صحيحة بحسب المبادئ اللي تربينا عليها، وهي رسالتنا اليوم وإن شاء الله نقدر نكمل بهي الرسالة يعني. نعم، كمان أبونا يعني مثل ما ذكرت الكنيسة بتحضن كثير من الفعاليات منها البازارات الخيرية، خلينا نحكي عن دورها أيضا بدعم المجتمع إن كان من المشاركين اللي عم تدعموهم وأيضا من خلينا نقول الريع اللي عم بيروح للبازارات وكيف عم بيكون هذا الشيء. إذا بدنا نحكي دور الكنيسة في المجتمع بدي أحكي قصة صارت معي من يومين. مرق بحارة من الحارات البعيدة عن هالمنطقة، بعيدة شوي، فأنا وماشي فبتلاقيني مرة ختيارة فبتيجي لعندي ركيد، يعني مبين إنه جاي لعندي، فبتقلي أنت البابا؟ قلت لا شو يعني؟ قالت لي أنت أبونا؟ قلت لا إيه. قالت لي بتعرف كنيسة النبي الياس اللي بالفيلات؟ هي ما بتعرفني انه انا منها. قلت لها ايه بعرفها. ليش؟ قالت لي هي امي وبي، هي اخواتي، انا عشت حسيت حالي عايشة لما تعرفت على هالكنيسة وصرت روح عليها. قلت لها هلا؟ قال هلا خلص بعدنا رجعنا لمناطقنا. بهديك الازمة، ازمة الحرب، فعلا انا حسيتها صحيح، فقدت كتير من اهلي بس هي كانت اهلي وتركتني ومشيت. قديه بيكون في عندك يمكن خلينا نقول شعور بانه نحن قدرنا نعمل نوصل هي الرساله، رساله الخير اللي موجوده بالكنيسه والموجوده بالمجتمع، وخصوصا مثل ما حكيت لسيده من السيدات في منا كثير من الناس يمكن اللي تضرروا خلال فتره الحرب، هلا قديه بيكونوا سعيدين بهذا الشيء؟ تماما. اذا بدنا نشوف هلا اذا بنحضر اجتماع قياده كشاف فبنشوف اذا الاجتماع هو ساعه منشوف أول خمس دقايق تقييم ما فعلنا، ما أنجز. أيوة موجز، ولكن دائما إذا بنسأل حالنا إنه هل هذا التقييم دائما هو باجتماعاتنا إنه بكف منيح كان، دائما السؤال بيكون أو الطرح بيكون إنه لا ما بيكفي لازم أكثر، وبيروح بقية الوقت يلي هو ساعة ناقص خمس دقايق هو ماذا سوف نفعل؟ نعم. دائماً بنطرح السؤال هون بالكشاف بالكنيسة، ماذا سوف نفعل؟ إنه اللي عملناه دائماً بنشعر إنه قليل، قليل اللي عملناه، لسه لازم نعمل أكثر من اللي عملناه. أكيد. يعني كمان إدوارد اليوم إذا بنحكي عن الكشاف قلنا أعمار مختلفة وشباب، اليوم الشباب لهم دور كبير بالمجتمع بالعموم مو بس خلينا نقول بالكنيسة، اليوم أنتم كشباب قديه شفتوا حتى عملكم اختلف خلال هي الفترة؟ عم نحكي عن فترة طويلة كانت حلف فيها ضمن الحرب، بعد هلا نحن ثلاث سنين، قديه فرق معكم وقديه حسيتوا إنه أنتم يمكن صار في عندكم قدرة أكثر على أنكم تقدموا وبنفس الوقت حصدتوا مجهود كبير من الخير خلال السنوات الماضية؟ تماما. هلا أنا هيك حبيت أقتبس قول قادم باول مؤسس الحركة الكشفية بيقول فيه إنه أفضل طريقة للحصول على السعادة هو تقديمها للآخرين، فهذا المبدأ كان كثير حلو نحن اقتبسناه ببداية الأزمة، إنه نحن ككشاف ما رح يكون تواجدنا بس ضمن الكنيسة، نحن لازم نعمل شيء على مستوى المجتمع. تماما. يمكن بتذكر معي أبونا بسنة 2013 عملنا مشروع ضخم كنا مسمينه روح زورهم ببيتهم، هو كان تقريبا اكثر من 50 بابا نويل عم بيمشي بالشارع بوقت كانت فيها البلد رايحه يمكن لمحل معتم مظلم ما حدا عارفان حاله وين رايح ببدايه الازمه، العالم قاعده ببيوتها مخبايه، نحن قدرنا نوصل لكل طفل لكل بيت، قدرنا نوصل لكل بيت فيه طفل صغير نعيده نحن نوصل لعنده، هذا كان بداية الحركة الكشفية بهداك الوقت اللي نحن قمنا فيها لنوصل السعادة اللي هو كان هدف أساسي عنا، والسعادة اللي هي بتترافق مع السلام والميلاد اللي هنن هلأ نحن عم نشعر فيهم، والحمد لله وصلنا وقت رسالتنا. تتالت الأمور والمشاريع بالفوج، حبينا دايما أنه نكبر العمل، فرحنا على موضوع البازار اللي هو مثلا احنا بنعمله مرتين بالسنه، اللي خلق سوق حلوه مجتمعيه بنشوف فيها كل اطياف الناس بتجي بتساعد بتشتغل. نعم. بتبيع منتجاتها.
نعم، يعني كمان أبونا يعني نحن ذكرنا ببداية حديثنا لليوم أنه الكنيسة أصيبت بالقذائف بال 2013، منطقة بأكملها كانت أيضا مستهدفة مثل كثير مناطق بحلب، والحقيقة يعني اللي بيزور حلب مرة أو اثنين أو ثلاثة بيشوفوا بيلمس على الواقع قديش في قوة عند الشعب الحلبي، قديش في عنده إصرار على الحياة، قديش هو قادر يبدأ من جديد مهما كانت الظروف. يعني خلال السنة الماضية واللي قبلها وبرصدنا أيضا بتغطياتنا الخاصة كنا نشوف مكان مهدم ولكن رجع للحياة بشخص أو باثنين أو بثلاثة. كمان أنتوا كان لكم دور اليوم، عم نشوف حالة تعافي، عم نشوف حالة فرح دائما موجودة، عم نشوف في تميز حتى بالأعياد المباركة بحلب. دائما هيدي الجروح موجودة في المجتمع. خلينا نقول نحن أصبنا فيها بكنيسة مار الياس، إنه نحن على بداية الأزمة انخطف سيدنا بولس. نعم. يلي هو المطران الموجود هون، هو مطراننا. نعم. كان رايح برسالة سلام، أما ما فهموا رسالة هالسلام وخطفوا لنا إياه. الله يرجع لنا إياه بالسلامة. ونحن دائما نعتبر حالنا انه عم نكمل هيدي الرساله وكل شيء وهو غايب. عم نكمل هذا البناء. كان دائما يركز انه نحن عندنا كشاف، عندنا تعليم، عندنا شبيبي، المهم هو بناء هذا الانسان. الحجر كان دائما يقلنا بيجي وبيروح، لو انهد لو معده موجود نحسن نبني حجر طبعا. بس ولكن الانسان اذا انكسر أو انفقد ما بقى منحسن نبني إنسان تاني. فقديش مهم نركز على بناء هذا الإنسان. بناء الإنسان من جوا لازم يكون قلبه مليان هذا السلام، مليان هذه المحبة. فمجرد كان موجود هذا السلام، هذا الحب بداخله، هو صار بينشر هذا السلام. والحجر منبني أكيد. كمان اليوم بدي أعرف منك، ونحن عم مثل ما قلنا عوام مرت، شو بتحب تحكي بهذا اليوم؟ يمكن نحن اليوم عم نطلع عم نقول دائما نحن مو بس رجعنا، نحن قادرين، نحن أقوياء، نحن عنا رسالة، نحن أبناء الحياة، أبناء سوريا. اليوم قديش قدرتوا حسيتوا أنه أنتوا قدرتوا توصلوا لجزء معين أنتوا راضين عنه بهي الرسالة من خلال أيضا الكشاف؟ نحن اليوم صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. اهلا صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. أهلا نحن على الهواء. اهلا وسهلا فيكي. نحن على الهواء. لا عم نصور. نحن هلا عم نصور على الهواء. اهلا وسهلا فيكي. يلا بس شوي وما خلص. يلا شوي وما خلص. 100 اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. يسعد صباحك، بدك تصبحي علينا؟ صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي، شكرا لك. يعني مثل ما هي جو العيله، هذا دائما احنا بنكون هون بجو العيله. حلوه العفويه طبعاً. اكيد تفضل كمل. بالعكس اليوم طنطا سوزان لها دور كثير كبير بالكنيسه. اكيد بدنا نحييها ولكل الشباب اكيد اللي جنود المجهولين دائما بنقول عنهم. تفضل. احنا كنا عم نحكي عن الرساله اللي وصل الكشاف. انا اليوم وجود الاطفال الاولاد بالكشاف بشكل يومي او بشكل دائم ضمن اجتماعاتهم الاسبوعيه، ضمن نشاطاتنا اللي بنعملها، انا برايي هي اكبر رساله نحن عم نقدمها. لانه مثل ما تفضل ابونا، نحن شغلتنا نبني الانسان. وهذا الانسان طالما عم بيجي لهون للكنيسه للكشاف وعم بينهل منه كل شيء ناقصه او كل شيء ليساعده يكمل حياته، فنحن بنكون وصلنا هي الرساله، رسالتنا الكشفيه. وبالمجتمع نحن ما عم نقصر باذن الله بشغلنا، يعني نحن كان شغلنا على مستوى المشاريع اللي بنقوم فيها او على مستوى المشاريع او الانشطه المستهدفه، فنحن عم نستهدف حتى المجتمع. ان شاء الله تكون رسالتنا وصلت، وان شاء الله نكون لسه قادرين نكمل اكثر بهي الرساله يا رب. اكيد يا رب. يعني نحن بدي ارجع اقول مره ثانيه، نحن بدنا نشكركم على استضافتنا. طبعا قبل ما نختم رح اروح انا للفرقه النحاسيه، ولكن بدي اخذ كلمه اخيره من ابونا اليوم. شو بتحب توجه رساله لكل السوريين يلي عم بيتابعونا، لكل اهالي حلب؟ ومثل ما قلت بالبدايه، نحن دائما عندنا ذكرى مميزه، ميلاد جديد لحلب بكل عام بتشهدوا بهي الايام المباركه. تفضل ابونا. عيد مبارك وينعاد عليكم بالصحه والعافيه والسلام، يلي ان شاء الله
العيد الجاي نعيد مو بس هون بحلب، في كل المحافظات السورية، ونعيد مع سيدنا، يكون راجعنا أكيد. سيدنا بولس يلي فقدناه ببداية الحرب، إن شاء الله يرجع ونخلص من هالحرب. وأعياد مباركة، وإن شاء الله يعم السلام والإطمئنان على كل شخص سوري فائد، شخص ما عم بيلاقيه. نعم، تفضل إدوارد. طبعا أول شيء أنتوا أهلا وسهلا فيكم، كان معنا اليوم وشكرا لاستضافتكم. ينعاد بالخير على البلد وقائد البلد وجيش البلد اللي هن كمان كان لهم دور انه احنا نكون قادرين نقعد هلا براحه وبامان بهي المنطقه اللي هي مثل ما تفضلتي سابقا كانت معرضه للخطر. ان شاء الله تكون اعياد خير تعم على كل البلد، وعلى رجاء عوده سيدنا بخير وسلامه، ويكون العيد عيدين بالنسبه لنا. اكيد. هلا بدنا ننتقل معكم مشاهدينا للفرقه النحاسيه، رح مثل ما قلت لكم ببدايه رح كون مع الشباب والصبايا، اخذ منهم ايضا تحيات قبل ما نستمع منهم بالختام لا ايضا لاداء. صباح الخير شباب. صباح الخير. صباحك. صباح النور. تعرفني بنفسك؟ انا مساعد جوزيف دميام، بدرس أغذية سنة أولى. يعني كلكم خلال هي الفترة، فترة الحرب وما بعد الحرب، مريتوا كتير بمواقف وإلكم دور كبير كفرقة. أنتوا بتزرعوا الفرح بكل مناسبة، بتكونوا موجودين بكل. اذكر لي هيك شي موقف أو شي بتحب توجهه اليوم. لحنا من فترة 3-4 أيام كان عنا معرض هون بالنابلياس، ونزلنا لحنا عملنا جو كان حلو، بسطنا العالم. كان هدفنا بس انه نحن نرسم الفرحة للناس اكيد دايما. اكيد. وانتم دايما ترسموا. صباح الخير، بدي صبح عليكي. يسعد صباحك. شو بتحبي هيك تصبحي على كل مشاهدينا اليوم؟ انا شفتين نور، مسؤولة هون بالفرقة من كشاف النابلياس. بحب اصبح على الكل واقول كل عام وانتم بخير بمناسبة الاعياد، وينعاد على الجميع وعلى سوريا. و شكرا. شكرا لك. تفضل، شو بتحب تصبح على؟ صباح الخير بمناسبة الأعياد، نعاد عليكم بالخير وعلى سوريا حبيبة بالخير. أكيد بدي صبح عليكم كلكم. يسعد صباحكم شباب. يعني مثل ما بتعرفوا ليا ونور، يعني نحن حاليا خلال الأيام المباركة أعياد عيد ميلاد المجيد على الأبواب اللي بيتزامن دائما مع ذكرى التحرير، رح نكون معكم ضمن تغطيات مباشرة ابتداء من اليوم على شاشة الإخبارية السورية، وغدا برنامج صباحنا غير رح يكون معكم بحلقات خاصة. أكيد نتمنى خلال هاي الأيام نقدر ننقل نبض الحياة في حلب، حلب الشهباء. قبل ما اختم وارجع معكم للاستوديو بدي اشكر الجميع اكيد، وبدنا نسمع معزوفة من الشباب. تفضل. أكيد بدنا نشكر الفرقة النحاسية لكنيسة النابلياس، وأيضا نشكركم عن جديد، والشكر موصول لكم مشاهدينا. وبدي أرجع على استوديو صباحنا غير بدمشق لليا ونور.